احنا من اللقاء اللي فات ذكرت مسألة تأخر تنفيذ أحكام الإعدام بحق 3 من المجرمين. الحمد لله اليوم نبشركم أنه تنفذت الأحكام. تنفذت 2 من الأحكام البارحة بالناصرية، واليوم الصبح تنفذ الحكم الثالث. وهذا هو القصاص العادل من هؤلاء المجرمين القتلة. كنا حريصين أنه العدالة تأخذ مجراها وما يصير أي تسويف أو تأخير، خصوصاً أنه الأحكام أخذت كل السياقات القضائية بالتمييز والمصادقة وإصدار المرسوم الجمهوري. فالحمد لله حبيت أن أعطيكم خبر في هذا الموضوع، وإن شاء الله هذه منهجنا تجاه كل القتلة والمجرمين، ماكو أي مجاملة أو أي حالة تراخي بحقهم. هذه هي العدالة اللي يفترض أن تنفذ.